مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد بدياسبورا تي في Cooking Together أو لنطبخ معا. كما تعلمون فإن فن الطبخ كأي فن آخر، فن الرسم أو كتابة الشعر، يحتوي على الكثير من التفاصيل والألوان، وكذلك فن الطبخ يحتوي أو يوجد به الكثير من المذاقات والنكهات والتي تقول الكثير عن هويتنا وثقافتنا. نقدم لكم اليوم وصفة تأتينا من بلاد الشام وتحديداً من سوريا، وتقدم لنا هذا الطبق اليوم الشيف ليلى. أهلا وسهلا فيك ليلى. أهلا وسهلا، شرفتينا اليوم بدياسبورا تي في. شكراً كثير أمان، مرسي على الاستضافة. ما شاء الله في كثير أشياء اليوم حضرتينا إياها، شو راح نقدم للمشاهدين اليوم؟ اليوم أنا حضرت طبق من بلاد الشام، المطبخ الشامي المعروف العريق بتاريخه وحضارته. اخترت لحم بعجين، هي أكلة إذا عملناها بتفاصيلها شوي بدها وقت، بس اليوم أنا رح أعلم المشاهدين يعملوا الطريقة بشكل سهل ويستسهلوا الوصفة، وبحيث كل شخص يحسن يعملها سواء متزوج أو ست أو رجل أو غير متزوج. فينا نبدأ مثلاً بشو اسم الطبق، من وين جاي بالضبط؟ احنا اليوم نحكي على المطبخ السوري الشامي من بلاد الشام، ولكن تحديداً على سوريا. من وين بالضبط الطبق اليوم؟ شو اسمه؟ تسلمي. أنا أوريدي جاي، أنا من عفرين، نحن من أكراد عفرين، بس كبرانة بحلب والمطبخ الحلبي يعني متأصل فينا. نعم. الوصفة هي قديمة، في الواحد كمان يعملها بأقراص صغيرة، مثلاً واحد يأخذها كمقبلات، وفيه كمان واحد يعملها بالأقراص العادية، وتعتبر وجبة أساسية للحفلات، للمناسبات، وكمان يعني الجمعات العائلية، لأنه أكلة شهية وصغير والكبير بحبها. ولحم بعجين بنجدها في كامل سوريا أو في مناطق محددة هي اللي بتطبخ أو بتاكل هاي الطبقة؟ لا، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في الأردن، تركيا كمان، حتى بيقولوا لها لحماجون، إنه هي مأخوذة من الكلمة العربية لحم بعجين. بس طبعا في دائما شفتي إضافات، كل شعب في اختلافات، في اختلافات بسيطة. نعم. مثلا الأتراك بكثروا الحر، اللبنانية بحطوا كتير فلافلة أنواع وألوان، يعني حسب كل مطبخ شو بيحب يقدم. عم نشوف يعني اليوم مثلا في لحمة على الأساس بتستعملوا اللحمة، لحمة الظأن، لحمة البقر، لحم، يعني في اختلاف هذا كمان في تحضير الطبق أو لا؟ هلا غالبا بحلب بسوريا لحم الغنم أو الضأن، بس اليوم أنا أخذت لحم البقر. يعني هذا الدارج هون، الشعب هون بحب هذا الشيء. نعم نعم. حكيتي كمان انه هاي اللحمه بعجين موجوده بتركيا، كمان بلبنان او بالعراق، ممكن تحكي لنا شوي على الاختلافات، يعني من وين هي الاصل؟ اصل عربي، كردي او غير؟ وشو هي الاختلافات ما بين المذاق، يعني في المذاق الاكله؟ هلا انا بعتقد الاكله عربيه من الاسم تبعها، بس انه عباره عن عجين وفوقه مكونات، مثل اللي زعلنا البيتزا الايطاليه. نعم، يعني صح. عجين وفوقه كمان مكونات، ممكن يكون اكله شعبيه كمان. الاختلافات مثل ما قلت لك، مثلا بتركيا بيحطوا حر اكثر. نعم. رب البندوره اكثر مثلا، في عندهم هالميزه، بيسمكوا العجينه اكثر. بسوريا ولبنان رقيقه العجينة أو الخبزة، وتنحط تنرق كمان بشكل رقيق. نعم. ممكن حالياً كمان بالشام أو بالأردن عم بيعملوها مثل فطاير صغيرة، يعني مثل سواري، واحد بقدمها مع طبق مقبلات هيك. تمام، ما في اختلاف كبير، الأساسيات وحدة، بتجون بقى التذوق يعني. نعم. ممتاز. فينا نبدأ، في شيف ليلى تبدأ معنا اليوم هذا الطبق عشان نكتشف مع بعض كيفية تحضير لحم بعجين على الطريقة السورية. أكيد، تكرمك. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا اليوم رح نقدم وصفة اللحم بعجين، وصفة المشهورة في بلاد الشام، وأنا جاي من عفرين، من حلب كمان، قلنا خصوصيتنا بالمطبخ الشامي العريق. الوصفة بتتضمن 500 جرام لحمة ناعمة، والأفضل تكون مدهنة، بس هي ما فيها دهن طبعا، هون الدهن قليل.
تقريبا 250 ل 300 جرام بقدونس ناعم مفروم ناعم. بنحط لها كمان بندورتين كبار انا قشرتهم وفرمتهم ناعم، بيعطوا نكهه لذيذه فريش يعني، وبصل كبيره وتقريبا راس ثوم. بالنسبه للتوابل، التوابل بنحطها لهي الاكله بتعطي نكهه كثير طيبه، واللي هي النعناع ومعلقه كبيره، معلقه كبيره طبعا، ومعلقه كبيره فلفله حمراء، ومعلقه كبيره ممسوحه سبع بهارات الحلبيه، ومعلقه ملح. لحتى نحسن النكهه ونعطيها مذاق ولون طيب، بنحط دائما معلقتين رب البندوره، بكون منيح لهالمقدار، بيعطي لون وبيعطي مذاق طيب للاكله. لحتى استسهل الطبخه وواحد ما يحس انه هي صعبه، جبت العجين الجاهز. العجين الجاهز بحيث بنمده بالصينيه وبنحط فوقه المكونات بعد ما نخلطها مع بعض. طبعا كمان رح اعملكم قرص واحد، القرص الحلبي اللي بنعمله بحلب، من العجينه الثانيه اللي انا مجهزتها. وهلا رح نبلش بالطبخه، وبتمنى تقضوا وقت حلو معنا. رح احضر، اجيب عباره عن وعاء كبير، احط كل المكونات مع بعض، فعلا شيء سهل وشيء ما فيه اي صعوبه. بالنسبه اول شيء حطيت اللحمه، بحط فوقها وبنحط البقدونس، والبقدونس بيعطي نكهه كثير فريش وطيبه للطبخه. البندوره كمان بنحطها كلياتها، انا بحب البندوره، والبصل والبقدونس بيعطوا كمان، يعني هي توابل الطبخه المعروفه واللذيذه. هلا بنحط التوابل كلياتها، انا تقريبا بعرف شو المقادير، اللي مثل ما قلت لكم معلقه معلقه من كل شيء، وبعدين فيني انا ادوقها، واي نقص فيني انا اكمله، يعني طبعا ما في اي مشكله. الشغله اذواق. وبحط معلقتين رب البندوره، اللي مثل ما قلت بيعطوا نكهه، بيعطوا لون، بيعطوا مذاق طيب للطبخه. هلا بخلط المكونات مع بعض بحيث تتجانس كل المكونات وتختلط ببعضها اللحمه مع الخضره. وبهالاثناء انا رح احمي الفرن لبين ما انا اخلط هاي المواد، وراح اجهز الفرن، احمي الفرن على الحراره 200 درجه الحراره 200 طبعا لحتى يكون جاهز ونطبخ الطبخه. طبعا بهذا الاثناء انا محميه الفرن على درجه حراره 200 قبل ما احط العجين طبعا، مشان يكون جاهز ونخبز مباشره. هيك العجينه صارت جاهزه، تجانست، اختلطت كل المواد مع بعض مع التوابل. وهلا مثل ما وعدتكم راح احط لكم اياها بالشكل السهل على العجينه المباشره. منجيب الطبق تبع الفرن ومنحط العجينة الجاهزة، منمدها هلأ هون على الفرن. عن جد وصفة كتير سهلة وما فيها أي صعوبة، وأي شخص فيه يعملها بالبيت، وإن شاء الله رح تدعولي. هلأ هيك مديت العجينة صارت جاهزة، بس العجينة أنا شايفتها شوي كبيرة، فمشان هيك بدي أقص الحواف شوي. مديت العجينة، أنا عم بشوف العجينة شوي كبيرة، فقلت أقصها على قد الصينية. طبعاً الزيادة أنا ما رح أكبها، رح أرجع أخبزها وأعجنها على بحيث يسوي منها أقراص صغيرة. هيك أنا بكون قصيت العجين الزيادة، باخذ المكونات الزيادة بحطها هيك على طرف. ظاهر جايبة عجينة شوي كبيرة، بس أكيد ما في أي مشكلة. وبكل سهولة باخد بإيدي شوية لحمة مع الحشوة، طبعاً المكونات اللي عملناها الحشوة الجاهزة، وبمدها على الصينية، المد مع شوية كبس لحتى العجينة تلزق بالصينية وما تكون كتير سميكة ولا رقيقة، رح تكون عجينة متجانسة مرقوقة على الصينية بشكل جيد. ما
مثل ما انكم شايفين اعزائي المشاهدين، العجينه هيك اللحمه مديتها فوق العجينه الجاهزه، وفعلا خلال 5 دقائق صارت جاهزه، يعني ما بدها شغل كثير ولا تعب. واسمع، اللحم بعجين الاكله المشهوره اللي على اساس بدها كثير شغل، ولكن العجينه الجاهزه عم تختصر علينا كثير من الوقت. هيك العجينه جاهزه والفرن حامي على درجه حراره 200 مثل ما قلت لكم، وراح احط الصينيه بالفرن خلال 10 ل 15 دقيقه حسب كل شخص او شلون بحب العجينه، كثير معجونه مطبوخه او قليل حسب طبعا المذاق. هلا راح احطها بالفرن. بنحطها بالوسط بحيث تكون قريبة لتحت أكثر مشان ما يحترق الوش، وبنتركها 10 دقائق. هلا الحرارة بدي أعملها على 200 لأنه ما بدها تتم كثير بالفرن، لازم بأسرع وقت تنطبخ وتستوي. يعطيكي ألف عافية ليلى على هالوصفة اللذيذة، شوقتيني إني أذوق لحمة بعجين. احكي لنا شوي عنك ليلى، كيف جاتك الفكرة مشروع الطبخ هون في سويسرا؟ هل هي يعني مجال شغلك لما كنتي بسوريا أو شيء جديد يعني؟ لا أبداً ما كان مجال شغلي. شكراً كثير على السؤال بالأول، أبداً ما كان مجال شغلي، أنا كنت بشتغل بالجامعة. ولكن لما جيت لهون طبعاً الشهادة في البداية ما كان معترف فيها، فما فيني أقعد، شو بدي أعمل؟ وشفت في نقص بالمطبخ السوري ما هو مشهور هون، خطرت على بالي الفكرة، ومن هون بلشت بين الرفقات بين الأصدقاء، والحمد لله بعدين عملت مشروع أساسي، فيرما، شكلت فيرما اللي بيشتغلوا معي يعني سيدات سوريات بالمشروع، بحسن أدعمهم بطريقة ما وهن بيدعموني كمان بالشغل، نتعاون مع بعضنا وبنقدم كمان كلتورنا وثقافتنا للمجتمع السويسري. ممتاز. والحمد لله يعني أنا كثير سعيدة بالشغل بهذا المجال، طبعا بالإضافة لشغلي الثاني، وكمان أنا بعطي دروس. يعني هو شغل ثانوي، يعني مو شغلك الأساسي؟ ثانوي. نعم أوكي. بالنسبة لألي ثانوي، أنا بدرس لغة ألمانية كمان، أنست لغة ألمانية، وبعطي دروس طبخ كمان في بيرن، في مجمع لور، في الميجرو كلوب شوله، يعني عدة، طبعا مو بس انا، حتى الموظفات اللي معي الصبايا اللي بيشتغلوا معي. نعم. هن كمان اذا انا ما عندي وقت هن بيروحوا بيعطوا الكورس كمان. وصفات الطبخ اللي بتقدموها بالمشروع تبعك او بالكورسات تبع الاندماج او كورسات الطبخ بتكون بس للمطبخ السوري او المطبخ بلاد الشام، او في تنوع في الطبخ اللي بتقدمه؟ سؤال حلو. الوصفات اللي بنقدمها نحن على الاغلب بنعطي المازه السوريه، لانه الناس هون كثير متشوقه تتعرف على المازه السوريه اللي مشهوره، او اللبنانيه كمان فينا نقول، او مازه بلاد الشام. يعني اللحمه بعجين طبق اساسي بالدرس تبعنا، بالاضافه للحمص، للبابا غنوج، للمتبل، والحمد لله الكورسات تبعونا دائما محجوزين، دائما مبسوطين مننا كمان. هي الاسامي الاكلات اللي حضرتك عم تذكريها عم نشوفها كمان هل الان بسويسرا مثلا، انه بنجدها بالمطاعم عم بيقدموها بطريقه شوي طريقه سويسريه طبعا، يعني صح. هل في فرق ما بين يعني الوصفة التقليدية مثل ما الآن عم نشوفها والوصفات اللي نجدها الآن بالمطاعم السويسرية؟ هلا بيتعمل نحن الشيء اللي بنقدمه، فعلا بنقدم نحن الطبخة مثل ما هي. مثلا أنا اليالانجي ما بطبخه بالحمض الليمون، أنا بطبخه بدبس الرمان أو حمض الرمان مثل ما هو معروف، مثلا بيطلع غامق، وبحكي هالشيء هذا لزبايني. او مثلا المحمره، انا دبس الفليفله بجيبه يعني خاص، بجيبه بوصي سواء من سوريا او من حلب حصرا او من عفرين. نعم، هذا اللي انا حبيت اني تماماً اعرفه، لانه تماماً. في هذا الشيء اللي بميزنا امان. نعم. هذا الشيء اللي بميزنا، لانه صح. لما
بيجي مثلا عندي حفله او عرس انا بستلم مثلا مناسبات كبيره، نعم. لما بيجوا بيدوقوا الوصفه بيقولوا واو انه شيء مو معقول، شو لذيذه شو طيبه. ليش؟ لانه اولا عم نعطي بكرم، وثانيا عم نعمل الوصفه بدون مثل ما نقول مكسب تجاري، يعني اذا نعم. نحكي فعم نعطيها باصولها. انا هلا هون سوري لك بس اكمل، عملت قرص مثل ما وعدتكم اللي نحن بنعمله بحلب، وهذا القرص بدي اعمله على الطواية على الغاز، وبدي احط كمان الحشوه هون. بهالاثناء بيكون الفرن كمان خلص وتقريبا لازم يكون جاهز. هلا فيكي كمان تكملي اسئلتك معي لانه حبيت اوضح بس شغله للجمهور، وتفضلي. طبيعي طبيعي، يعني كثير متشوقه اني اذوق الاكله بصراحه. انا اعرف اللحمه بعجين على الطريقه التركيه هي الاكثر الموجوده هنا بسويسرا بالمطاعم التركيه او بالمطاعم اللبنانيه كمان، هي الطريقه الاكثر اللي بنعرفها او ذوقناها هون، فكثير متشوقه اني اتعرف او اذوق النكهه السوريه الحلبيه. يعني هلا احنا عرفنا انه في جانب كمان، يعني التوابل اللي بنستعملها بالوصفه بتختلف من بلد لثاني، وايضا بتختلف هون في سويسرا بين المنزل او ما بنعمله بالمنزل السوري او المنزل العربي وما نجده بالمطاعم او الاكلات خارج البيت. يعني دائما نكهه المنزل او نكهه التوابل اللي المنزليه بتكون غير شكل، يعني اكيد اكيد طبخ البيت دائما له نكهه خاصه وميزه خاصه ومضافه خاصه. بس اذا بتسمحي لي اوضح نقطه، نعم. عم نقول انه المطبخ التركي هو الاتراك هاجروا قبل العرب لاوروبا، نعم صح، فكثير من الاكلات معروفه بالاسم التركي او انه هي اصلا تركي، مثلا مثل اللحم بعجين او البقلاوه او اي نعم، مكونات ثانيه، ولكن من الاسم معروف، مثلا حتى هن بيقولوا اللاماجون مثلا، اللاماجون نعم لحم بعجين، فهي نعم. اكله اكيد ما هي تركيه، ولكن هن سبقونا واجوا على اوروبا مشان هيك معروفه لهم. ولكن هي لا يوجد اختلاف كبير يعني بين في الوصفه، بس النكهه، يعني في النكهه السوريه، ايه. في النكهه التركيه، تمام. في النكهه اللبنانيه، هي بس الشيء تماما هن بحطوا بيعملوها العجينه سميكه وقرص كبير، بس نحن السوري هيك مثل هذا، يعني قرص صغير وبنحطه على الغاز او بالفرن، هو طبعا فرن الشوي. نعم ممتاز. شكرا كثير ليلى على التوضيح في الاختلاف ما بين الوصفات بين سوريا وتركيا وكمان لبنان وبلاد الشام عامة. نرجع الآن لمشروعك هون في سويسرا، مشروع الطبخ التقليدي. كنت ذكرتي أنه تقدمي الكورسات بالألماني باللغة الألمانية لجمهور أو ببليك متنوع ومختلف الجنسيات. ما هي أكثر الجنسيات أو الهويات والثقافات اللي بتهتم بالطبخ العربي أو المطبخ العربي؟ شكرا كثير أمال على سؤالك. أنا اللي حسب ما لاحظت صار لي 3 سنين بهذا المجال، طبعا سوريين ما بيجوا للكورس تبعي لأنه هن أوريدي بيعرفوا المطبخ. أغلبهم سويسريين، إسبان، إيطاليين، كثير بيهتموا بالمطبخ السوري، رايدين يستكشفوا هذا المطبخ، وخاصة هلا صاير في كثير مطابخ عربية هون بسويسرا. فأكلين الحمص، أكلين اللحم بعجين، أكلين هالمواد هاي كلياتها، وحابين يتعرفوا إنه بالبيت كيف فينا نعملها. نعم. فعن طريق الكورسات عم بساعدهم بحيث إنه بالبيت يحصلوا لحالهم يعملوا هاي المكونات، وطبعاً بدلهم أنا منين فيهم يشتروا هالمواد. أسهل طريقة فيه الواحد يعمل فيها مثل اليوم مثلاً اللحم بعجين مثل ما قلت لكم على العجينة، فأي حدا سويسري رح يعملها، بس بينما لو أعملها هيك أكيد ما حدا رح، يعني بدها وقت كتير طبعا. نعم فهمت عليك طبعا، يعني بس الشيء المهم في المشروع أو
مشروع ليلى، ولكن أيضا مشاريع ثانية هون في سويسرا، مشاريع الطبخ للتعريف بالمطبخ العربي أو المطبخ التقليدي اللي عندنا في البلدان العربية أو بلدان الشرق الأوسط. يعني شيء مهم جدا إنه نعرف بثقافتنا وأيضا يعني بالهوية تبعنا. دائما عم بنتطرق للأمور التربوية أو أمور سياسية، فالفن كمان والفن أيضا هو مجال نقدر إنه نعرف به على هويتنا وعلى ثقافتنا. والمطبخ طبعا يعني لأنه ما في إنسان ما بيأكل، ما في إنسان ما بيتذوق، فأكيد إنه المطبخ هو أيضا مجال واسع جدا للاندماج السوريين بسويسرا، وكمان انفتاح السويسري على المطبخ العربي او المطبخ الاوزلندر، يعني المطبخ اللي جاي من برا الاجنبي. صح. هلا بعد ما حضرتي اقراص العجين، كم الوقت تاخذ مشان تكون حاضرة؟ أو البيتزا التقليدية السورية؟ لا ما رح نقول بيتزا. إذا قلنا بيتزا رح ننسبها للإيطاليين. لا. أكلتنا قديمة. هلا أنا فيني كمان هون أوضح نقطة، مثلا عم نقول بسوريا مثلا في غير أقوام، في الأشوريين اللي هني أصل البلد، السوريان، في أرمن، في شركس، وبالكل بيعمل هالأكلة. ما فيني أنسبة أنا برأيي لقومية أو لدولة معينة أو لبلد معين. خلينا نقول إنها من بلاد الشام. بلاد الشام يعني. أنا بعتبرها هي أفضل يعني، وخاصة إنه أنا مثلاً كردية وجاي من عفرين، فكمان بنعملها بعفرين، وخاصة عصاج هني كتير لذيذ. وقلنا كمان على النتر يعني طبيعة. شي طيب كتير لذيذ. هلا قديش وقت يعني تأخذ يعني؟ هلا اذا انا بشوف هيك قربت، هلا بديش دقيقه ثانيه وبتكون خلص. فينا كمان تماما هلا هيك فينا افرجيها للجمهور كمان بحيث يشوف. مثلا انا العجينه بلشت جمدت، هلا شوي تاخد لون زهري، بقول حاج خمس دقائق هيك يعني، وبعدين ايه كلها على بعضها خمس دقائق يعني. تماما يعني فينا نبلش بتحضير الشاي يعني. هلا نحن مع اللحم بعجين ما بنشرب شاي. شو بنشرب؟ هاي هو السؤال الثاني. حلو السؤال. نشرب عيران. نعم. اللي هو لبن بنروبه بالمي. و على فكره بس لحظه، العيران كمان هو مشروب معروف كثير هون في سويسرا، لانه كمان مثل ما قلنا بنجده في المطاعم التركيه، المطاعم اللبنانيه، وكمان بنشربه مع كل يعني الكباب مثلا، لحمه صح. الكباب او الساندويتشات العربيه. صح. وهلا انا كمان وفي كثير كمان نسبه منيحه انه بعصره فوقه ليمون، فالمكونات لبن وليمون وحر حسب كل شخص شو بيحب. هاي بتصور انه في سويسرا بنلغيها يعني، او في سويسرا وفي كمان بيحبوا الحار. في، وانا كمان بحب الحار. يعني ذوق شخصي بالنهايه، ذوق شخصي. طبعا. هلا هي قربت تصير جاهزه، وبظن صينيه الفرن كمان لازم تكون جاهزه. وانا كثير متشوقه مثلك اشوف الوصفه ونجربها مع بعض. يلا. هلا خلص الطبق، صار جاهز. شهية. ان شاء الله ينال اعجابكم مشاهدينا، ومثل ما قلت العجينه جاهزه وبكل سهوله وبساطه. يلا تفضلي. شكرا. وهلا بنقطع. هلا رح نقطع العجينه. لحمه بعجينه. ايوه. رائحه ذكيه كثير. شكرا. هي كمان جاهزه. هي كمان صارت جاهزه. عادة بنقدم اللحمة بعجين مع أكلات ثانية أو في مناسبات خاصة. هلا فيه الواحد ياكلها لحالها، تعتبر وجبة أساسية طبعاً. نعم. ومثل ما قلت لك ممكن الواحد يعملها أقراص صغيرة ويقدمها بطبق مشكل مثل سواريه مثلاً، إذا عندك مناسبة، عندك حفلة. بس إيه يعني تعتبر من الأكلات الغنية للمناسبات الكبيرة. أولاً تأخذ وقت كتير، وثانياً مادياً كمان تعتبر وصفة مكلفة، فمشان هيك ما يأكله مثلاً يومية، واحد كل يوم يعملها. طبعاً إحنا اليوم اختصرنا الطريقة على المشاهدين. تماماً. على مشاهدينا، لأنه العجينة كانت جاهزة، بدناها جاهزة اليوم. تماماً. بس لأنه عم نقول إنه لحمة بعجينة بتاخذ وقت وكذا، لأنه العجينة هي اللي بتاخذ وقت. صح يعني. صح. فهيك فينا نحطها هلا هون
بهذا الشكل اللذيذ. طبعا هي غنيه كثير بروتينات ولحم على شو يعني مع الايران بتصور انه بيكون يعني طبق كافي كامل كامل متكامل. هي عجين مع الخضار مع اللحمه فكل المكونات نعم. الغذائيه موجوده بهي الوصفه. ومنعمل معها كمان ليمون نحط معها مثل ما قلت وراح اعمل لبن نعم عيران. في كمان اني اساعدك هون. ايه تفضلي. اهلا وسهلا وهلا راح طعميكم الاكله تجربوها. طبعا مع الاكله بنحط ليمون تعصروا عليها والعيران كمان جاهز. راح بلش من فوق مشان احسن اتحرك. تفضل. صحه وهنا لكل الموجودين. صحه. تفضل. صحه. تفضلي. صحه محلي شوي. تفضلي. اهلا. والليمون مثل ما قلت لكم بينعصر عليه هيك. وصحه وهنا. تفضلي. صحتين. يا هلا. Wow, wow. Mouth-watering, tasty. You can feel all the vegetables inside. The meat itself, the tang is fresh. Se siente el sabor de todos los ingredientes integrados. Increíble. Ich finde es so lecker. Yani, eso he pas probiert. Super gut, super frisch. Цитроніки смак. Дуже смачно. Так, схоже на що піцу домашню. Як моя мама би зробила, не пиво. Delicioso. Perfect. Finde ich auch. This is absolutely amazing. Wow. I'll give it a 10 point. This one. Yeah, 10 points too. Yeah. This is Zaman. صحة. 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 شكراً كثير ليلى. أعزائنا المشاهدين شكراً لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة الأولى من برنامج Cooking Together لنطبخ معاً. حلقتنا القادمة قريباً ستتطرق إلى بلد جديد، ثقافة جديدة وطبق جديد. أستودعكم الله ولقاؤنا قريباً على Diaspora TV. إلى اللقاء.